الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ولي وحي ناس عذا سحبي شلي اللي هو مرعابي عمير ابن سعد هو قراءة كتاب قيبي لبقيبات عمير في صغره وعمير في كبره مكو يرى تاريخ ليسه ايام شلك صهضني بركه كان عمير ابن سعد في كبره وين بان ابحنا ان شاء الله وانين تاريخ دار له عمر الخطاب بحلق وري ان يريد لكم وددت ان لي رجالا مثل عمير بن سعد لاستعين بهم في اعمال المسلمين. الله محمد اعلان لها ان ان هيسترق سيده عمير بن سعد أو كلا أن أكل ميستو فلنت ضدك مسلمين تعمل ذوذا يعني وانين وعمر وخطاب ولي هاي رجع دمبا محي يسوي كلا يقو أهم واجه شالي وحان مصابر أني عمير بن سعد إنه يسوي ير أبيه ودنتي وهيدي نكدي مركي قرستين الجلاس لقو مقعابه وصوكر الصديق كدمنا ورنتي وكلا كل مي حنانين يترتارين ادي ادوان اكسن وابا وكدكتي ككال اسنا ويل وكدكتي ورنتي نغتي وفي عنايد وكون وراه بعد مشاركة سو هذا اللي كدير امتحان ير انو يميد ونينكي جولا ساح وقا ير انو اسكا سن بالرح ذي كدي مركي وكسامو بي هذا اللي ذا ايو waxaa isla dhexmaray nimanka munaafiqiinta ay ku dureen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa kadibna ilaahay uu qadaray mixnada iyada ah in runtii ninkii cumar cumayr ibn sacad sida si wanaagsan uga dabaasho oo uu runtii mowqifkii loo baahnaa uu istaago hadday noqon lahayd wixii kala gudboonaa ilaahay rasuulkiisa oo taaca hadday noqon lahayd wixii naseexo kala gudboonaa ninka kan adeerkii ah kadibna gunaanadku uu noqday ilaahay subxaanahu watacaala ورنتي حق وفجي نينكي جلسان وطوبة كاني آيات القرآن اللي كسو الدقن انت بقى هاي مركي لقاها اللي يران تيسي وحلين مركي وقفنا آنفا على صورة فذة وضيئة من حياة الصحابي الجليل عمير بن سعد في صغره وعن مردو أن سود استاقنيم رنتي مقال رنتي وحلى لبر بالدقاية آن وجرين وآدي أضوئي فيا oo la xiriira nolosha saxaabiga kan ee weyn lagu magacaabo cumar cumayr ibn sacd markuu yaraa fatacaalow naqif alaana cala suurati raayicati mushriqati min xayaatihi fi kibarihi haddana bal aanu inakeena aanu dul istaagna ee muuqaal runtii qurux badan oo iftiin badan oo noloshiisa la xiriirta isagoo marka weyn وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء وعيدي صبح الدونة دوغان دونتان إن مقال كالأباد اللي يسو قد بن دوناي آنو رنتي كلي ذن كي هرا مركي تاغن تاي حقا وين كاي حقا رنتي قروح دوا نين سيدا قصو برباري رنتي وحلقا فيليو والقران كرتا مكا وين ندو كان أهل حمص رير حمص ومجالا سوريا كنت على ود حيث دمشق حلب ورنتي ماشي اللي يرى هذا خالد وليد باق وحب على ماشي اللي يرى هذا رحمس شديد التذمر من ولاتهم وحي هندد آدي أقول لك صدى مدح ذوذا كثير الشكوى منهم آدنا أغغى عوضة ومد بعد جلتو صاوصا ميسا كي الله كان بديدا ولكن رحمس وحي هاي نوع صوكله كي قضية النقضاء أما دحوين النقضاء أما بقر النقضاء بلغود ويكعبان جرين ويكدعبون جرين فلما جاءهم من وال فما جاءهم من وال إلا وجدوا عليه عيوبا إلا وجدوا فيه عيوبا مركي نين لا صدر مامل وهي وبارا سابع وطبعا هيد كوتر كالله لا صدر عيب بي مركي أهل الجرين وأحصوا له ذنوبا ذنوبا ويكوب الجرين ورفع أمره إلى خليفة المسلمين دعونا والتي كسن جيرانه أمر كي سوف يوجد بجنة خليفة المسلمين وتمنوا عليه أن يبدلهم من هو خير منه
ay kala rajaynay mid kale lagu bedelo. Yacni Barca baa u yimaada markiiba qaladaadkiisa waa loo qoraa, tan buu ku dhacay negative 2-3. Marka loo ururiyo kadib baa markiiba warqad dacwo ah ayaa markiiba lala dul istaagaa, dacwa markiiba lala tiigsada, markaas waxaa loo gudbiyaa halka muslimiinta laga maamulo oo khilaafadii ah oo headquarterkii. هذا وين لهن جرى رحمس ولنا والله وحنتا. فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوان لا يجدون فيه مطعنا ولا يرون في سيرته مغمزا. عمر بن الخطاب وخليفة المسلمين وجاءها أيا وحا أوقاتي جوانا إنو أدره والي بارساب أو آني وح أي كدران إي وح أي رنتي كعابيان آني جنين. يعني نين رنتي عابك سليمة ونظيف آه ومن لغا سوق قلب آن الجد وهذا يصير هذا لقوله ورادي مغمز آن هيلين وهذا يصير هذا عيب ورادي آن هيلين. فنثر كنانة رجاله بين يديه وعجم عيدانها عودا عودا فلم يجد خيرا من عمير بن سعد كاتب كوفة عليك سنة يا رنتي قرال سوغانيا وآجد وصرير ragii ka dhigay sida maalan qof gooyaha kala soo baxay qaansooyinkii markaa ku dagaalami lahaa. Qaas walbana markaasa uu riixay tee xoog badan, tee wax gani karta, tee awood leh. Markuu Cumar ibn Khattaab raggii la shaqaynayay asxaabtiisa ahaa buu wuxuu ka dhigay sida ashum fallaaro oo kale, intuu is hor dhigay buu mid walbaba dib u raacay taariikhdiisa iyo kariirka uu lahaa iyo noloshiisa, mid walba uu baaray. markii uu nin u dul istaagay uu siiray kan makan 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 oo isku dayay ayuu wuxuu xushay ninka lagu magacaabo Cumar ibn Sacad uu yidhi alla ilaa ninka kan nin maanta kaga leh haddii raa xemsi qof markaa lagu aamusin karo waa Cumayr ilaa Cumayr taariikhdiisa hore la ogaa. وعلى الرغم من أن عميرا كان إذ ذاك يضرب في أرض جزيرة البلاد في أرض الجزيرة البلاد الشام على رأس جيش الغازي في سبيل الله فيحرر المدن ويدك المعاقل ويخضع القبائل ويقيم المساجد في كل أرض وطئها قدماه على الرغم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين. يضع عمير وقتك كان عمر مخطار وحشي ورباه إنه هوشن قعنت أقليه وعمير وكجري سفر دير وآه معركتي في أرض الجزيرة من بلاد الشام حقا يحمر يا بض معركتي مالها ودو شام wuxuu markaa hoggaaminayaa ciidan duulaan ku jira. Ninka markaa wuxuu ku jiraa duulaan dheero maba magaalo xoray oo Uhud baa magaalo kale u gudba xusuuntii iyo macaatishii iyo meelihii ay u dhufaysay ay ka dhigteenna saasuu dagaal dhigta uga dhigaa qabaailka meelaha joogana mid walbaba waxa uu ku qasabaa inay soo qordhiibtaan meeshii uu runtii uu ma aragtay awood uu helo ama uu ka adkaadana masaajid buu ka dhisaa. وعلى الرغم من ذلك يضع هدانا ساوكو مشكوس يعني هول علوس ومضى وحي اللي محرر بعد دين كان ذاتك إلا قاسيو ضد مركب باقة دينيد إسلام كون سيسا ومقبو إن حوب إي أود إي مقونين لأذيك سيد مركب دين كان لباهين لي. لكن دعوة ويسعوني ساعد يسا لكن إسكوه القدبتا إسكو الضيرة إن باقة دينيد أي ويقضوه أما إي كوهر تيماد مركب ولا إسكي علينيه ساوم باقة مركب هذا الداعية المجاهد والغازي في سبيل الله حلق ka iyo dhulka Shaam buu markaa isaga dhex gooshay maruu magaalo uu furtaa uu ka dhaqaaqaa macaaqishooda uu ka dhigaa uu ka dhaqaaqaa qabaailku diinta u bandhigaa way soo qoor dhiibtaan meel walba meeshi uu siiray alla ilaa dadku hadda way soo islaameen halkaa marka uu gusaantiisa uu dhigo masjid uu markaa sameeyay iyadoo hawsha culus oo mishanka culus uu islaamku u fulinayo ba amiiru lmuminiin yiri waan ku baahanay wacahida ilayhi biwalaayati ximsin markaa sii laga bilaabo maantana waxa aad waali ka tahay amaba aad barasad ka tahay xims waamarahu bitawajuh ilayha sida meesha aad taagan tahay ka dhaqaaqo dhaqaaq waxaad aadaa xagga xims marka hawl culus buu hayaa nacam laakiin amiiru lmuminiin alkhaliifa cumar bn khaaab waxaa u muuqatay hawshan hadda uu u dirsaday هذا الوالي أما عمير بن سعد إنه كم في سنة تي مكة وهي إلا نهار الحلق بالفولينية فأذعن الأمر على كره منه لكن وإسكي عليه إذا رنت خصب إيكوتا مسرمين لأنه كان لا يؤثر شيء على الجهاد في سبيل الله محايا له
وضد إلهي إن لو هالجماعي وحكم بدل ما كان ينجني يعني بمعنى جهادك وحكى جهر مركب مسجل بريوريتي جيسا من ولا شيء سوى حمض نان طلع جهاد لكن ساعي تهدى أمير المسلمين أما خليفة المسلمين يلا ديري كرا مش كده جيست بلغ عمير حمص فدعا الناس إلى صلاة جامعة مكو ماشي التجبوي هاي صلاة جامعة طبعا المسلمين تمركي أرجن ميرينج وجرو شر دقدق مركو وجرو صلاة الصلاة الجامعة بالليه جي صلاة ده ليسوغي ماذا إلا صلاة ده ماشي ضدك لو أبديت قرأي انفرميشن هذا الله وسيه أو وحب يكون قادم صلاة ده ليسوغي ماذا جي. ولما قضيت الصلاة خطب الناس صلاة دي مكة لدي مخطبة الإستاج فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال إله هو النقي أو أمانك نبي وكسلي كذب يحير أيها الناس رايح رسول الله عليه رايح ضدوا إن الإسلام حصن منيع إسلامك وبفيس وحلال أب وبار وثيق وأنا إلني الباب آدي أدوارك وأنا سهلانين وحصن الإسلام العدل إسلامك وحاب فيسوء وعدل وبابه الحق هلك الغسو قلينا الباب يسن حقه مرك الله بقى ضبه الشيء عدالة وأه قرصور رنتي هايسته ودديسة هي حق وأه شيء بمشي سن لبيه لا بلا أي أساس بيه فإذا دك الحصن بيه مرك رفيسكي وعدلي أه هدي لبربريو عبد الدغد اللي قال لي وحطم الباب الباب كينا اسمه الجبيو او ما عرفت اسمه مركا باب على قديو استبيح حما هذا الدين دينك كان موردي سي وحي الى لين لها بالله بان يستبير مركو عرب انه يراه الباب يعني حسني وكدي يعني اسلام كو كدي مال دبولا غير حسني غاس وعدالتي الباب كان هو حقي ويقول هدي مركي حسني كان لسود حجباحه والباب كي نسال له بربريو اسلام ما كنت داير وان الاسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان اسلام كنا وميتكي وحسكي علين كرا منيعه او الى شن انت ما ملكي سوى حب لي ما مل الان ان ما مل الان نوعا ما اسكا ما مل ضعيفه هدوي هاي اسلام حب ميش وليس شده السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف في الاسلام كاد اديك بسنه معناه اذا ماها ان دتك شابوك يو ما عرفتي للدعمها او صون للدعمها ولا قتلا بالسيف ذات كان الا الله يسيف له الله يما ولكن قضاء بالعدل واخذا بالحق ان قرصور عدالات لو كل حكمه حق محلو كل قات ثم انصرف الى عمله لينفذ ما اخططه له من دستور في خطبه القصيره كذبنا هو شيء سجود قال سي عمرك وفوليو دستور كي وماش وكو قريت في خطبه القابل ووالي ومطلب ومامولية خطبة حتى جابان ولا بعد لين آه وحنا هين مشي دستور كامل ما شهر دقي ترك في ربضان إيه هذا عن تربق الشيء وحنا رب هنين إيه جودي كان هاي جودي كان هاي جودي دور الشرق إيه جودي كان ليه حين أمضى وحلو على إذا مشي هذا الجابان الدستور جابان وعلماني أنا وقرن وجانجان أنا وسوق إيمان لبك البط بوشي وفي عدالة دي حقا مباهنة أنت وأنت أمضى مباهنة وحن ترضى بضن أمضى إشيغيا oo umadaha maanta maanka looga dhufsaday oo ay dawladuhu runtii u hargeli lahayn ma harsanayeen oo shucuubtu ay amni u heli lahayd wax kale ma waa waxan tirada badan oo beentu ay ka buuxdo ee laba qodob baan u baahan cadaalad iyo xaq labada hadii la helo khalas wey inta markuu yiri kadib uu ka tagay khudbad dambe uma cilin hor u dhaqaaq ninkan arag yani nin maamul soomaali maaha hada saxaabi jaliil مركي سي في صلى الله عليه وسلم اللي يشيب محو صاقب تي محو صام معمولة انت جاو صاقب تي ماشي كون قرنا هذا كهر مال مو اشتاقي ما صاد دورت شقاكو مالها واني كاد اكتهاي وش يسوى الجهاد في سبيل الله جل وعلا لكن وحقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكاستا نيوانكا اورينتاليسي هاو دهان او سافيجز بربارينس ده بيجي عبي اهين كبي اهين جاي وحيدو ما هشيقه لكن وحال لقو شيقه essence of the life نلاش روحي لاذا جوهر بي لاذا واه العدالة والحق دي انت ما ضاف سيسنا ما مول انت ما ضاف سيسنا انت بفهم سناي ارق ولي يسون مال بارس افكار نقول مدح وين نقول هول سو قوان بوح فهم سين لبدا قلب ومضي مساق ما مول قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص سنة
ومركه هلك وقتي سي كل ما يصير لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا أنو وح ورقله أي واحد مباله أي واحد فرينا أنو أدر أمير المؤمنين فأنا لجربي إنه ما أردت تقرير وقرأه وربحنا وجدبي ويرى هلك هو شو مرة سايو شب وركي سواله ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا وهاي هي ذاتك مركو كسر قاعدة زكواتك وصدقاتك وحاجة البيت المال المسلمين قدره هل درهمنا ما درهم ولا هل دينارنا ما درهم درهم مركا ما قشوا في الضغي دينار مركا ما قشين ولا ذهب كي شب عمر خضر لنو درس هذا مركا وعوز لها نينك رجع ورون وابديتن كسين دونا او تقارير كسين دونا شب افكو حرت فأخذت الشكوك تساور عمر إذ كان شديد الخشية على ولاة من فتنة الإمارة فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر مرك شكي بقى قال مرك شكي بقى قيم رسولي أمو نيكي سحابي قاها أد أدوك الدورتي الدنيا إيقاضيه حوالي مرك جاب في سجرت حال عمر رضي الله عنه أرضاه نمك ولادة ودر بارصة بيضة صحابي هنقض قفك ودون هنقض وليو كإلى لنجر إني فين تكون عام سيد قفك بن آدم في إرحالها يعني لبضا هدين اللي تكون داي في النظر ماشا سكي إيمان الدين كسادو ويالو ويحد دين روح الرقابة أنا يجين إلى لين هدان يجين رسال بيلس هدان يجين تقوى ضاد وإسكت ضعيفة كرتا عمرو خضاب لنوع ما وكإلى لنجر أما في سين مركة ألا لنك كان أما يحوله نوع ما انتي في النهاية مالك لو كان عام محي عمر الخطاب نيس كيس روح كجرة فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرسول كأهين وأمنه أو معصومه أو إلى شن مجره قفل على مسؤول بأوصاره فقال لكاتبه عمر الخطاب مركي شكي وكبتي بكراني يسيلها اللي في إيقر اكتب إلى عمير بن سعد وقل له اقر نيك عميرة وقضا وحضن كتر هذا إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه واحمل معك ما جبيت من فئ المسلمين هدي ورقضا كسعة أمير المؤمنين خليفة المسلمين لما لك سادوك سوغار حمص كسعة دقاق كسعة حراء سادو سعة تدر تور إساق إسكشب وحل وحي حالة أو فئ المسلمين آد هي سنة غرأوا سوقاتها كسوتين كل حالة ضربا خوب مقانا هذا كو هذا القابا أمر كبال السيد تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه عن عمير نكي عمير بن سعد دبالك عمر الخطاب وسوق سوق دريب سوق جاري الله كرده من غلبه ده مركي وسوق جاري فأخذ جراب زاده وحمل على عاتقه قصعته ووعاء وضوئه وأمسك بيده حربته وهو رأى سوقاته كيش يرو سهيدي سوء كجرته wuxuu qoorta soo saartay xeera yar oo raashinka uu ku shubto weelkii uu ku weysaysanayo buraashadiin uu wataa waran yaroo wadada markuu maray wuxuu isaga celiyeen uu wataa wakhalafa xims waimaarataha waraahu xims iyo maamulkeedan halkaas uga soo tegay amarkuu qaatay gaari ma wato wax soo maarta afartigii digdigdig maaha akoonama kale xeer uu dhaqaaq wantalaqa yaxuthu lkhuta mashan calaa qadamihi ila lmadiina isagoo lugihiisa ku socda oo wax daabada walax gaadiida aan isticmaalin uu isku soo shubay xagga iyo headquarterka muslimiinta laga maamulayo ah almadiina munawara fama kaada yablugu cumayru almadiinata xataa kaana qad shaxaba lownuhu wahazula jismuhu wataala shacruhu wadaharat calayhi wacthaau safar markii almadiina munawara uu soo gaaray adigu qiyaas shaam inta laga soo lugeeyo lug oo lagu tagay almadiina munawara lug oo maafaana raacin wax gaadiid aanu jirin muddada qofka uu soconay adigu qiyaas waxaa yo ninkiio midabkiisu uu doorsoomay jirkiisu uu weydoodo hilibkii dhacay tintu ay dheeraatay safarka daalkiisana uu ka muuqdo wacsa asafar oo loo jeed aathaar almashaqa dhibkii safarkan uu ka muuqdaa maxaal xeerada yarna u wataa muraashada yare biyaha ugu jirin waxaa laga yaabaa inuu wadada intuu maray meel uu ku yimaado meel aan biyaba lahayn زاد يرب وطا مالمه اسكا عونه وضد انتو مريو يساقو حالة داسيم عبو هلين اين جل دخل عمير على امير المؤمنين عمر بن الخطاب فدهش الفاروق من حالتي وقال ما بك يا عمير سو اسعد بعمر الخطاب وقال عمر الخطاب مركو اركي اد بو رياب
xaaladiisu isbeddeshay, ilaa wuxuu filayay maadaama uu halkaa maamul uu ka yahay muuqaal quruxsan oo intaasoo dawaaba. Marka cumar wuxuu filayay xoolo badan bay loo keeni doon. Markaas cumar oo maxaa ku helay? Faqaala ma bi min shay amiir almu'miniin, waxba ima hayo. Fa ana saxiixun mucaafa bixamdi illah, waan fayoobaha buu yidhi, meelna ima xanuunayso. Axmilu macya addunyaa kulaha waajurruha min qarniha, wuxuu yidhi adduunyo dhanna waan sitaa buu yidhi, geeskana anoo jiidaya geeska haya ayaan ku keenay, adduunyadana waan haystaa. Faqaal wuxuu maa macaka min addunyaa, addunyadaada leedahay waa soo jiiday oo geeskan soo qabtay oo maxay ahayd? Marka hu yadun, marka cumar bin Khataab markuu su-aasha weydiinay, muxuu moodayaa? Anna yaxmilu maala libayti maali lmuslimiin, in xoolihii sanadkii uu ururiyey oo accumulated-ka ahaa ee lagu talagalay beyti maali lmuslimiinkii inuu xoolihii uu siduu moodaa. Marka markuu leeyahay adduunyada dhanna waan kuu sidaa. Faqaala markaas wuxuu yidhi waxaan sidaan kuu sheegaya, macii jiraabi kiishkayga oon zaadka ku rito, raashinka ku rito, qad wadactu fiihi zaadii, waxaan cuni lahaaba igu jira oo sahaydaydii ah, wamacii qascatii xeerana waan mutaabiyu, aakulu fiiha, waxna waan ku cuna, waqsil calayha ra'si wa thiyaabi, markaan u baahdana biyada biyahan ku shubtaa, iyadan ku meertaa, dharka maan ku dhaqdaa, baafna waa ii tahay. Wamacii qirbatun liwuduu'i wa sharaabi, sibraarkana waan sitaayo, waxna waan ku cabbaa, waana ku weysaystaa biyo, intaas aan biyo ka wataa. Thumma ina addunyaa kullaha ya amiira almu'miniin, bi amiiru almu'miniin hadal kul isaga wata, addunyada oo dhan aad ka hadlaysid taabacun limataaci haada, maba ka baxsana inta hadda aan wato, addunya waa intaa. وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها وأنا وإنت إن كبحصنا وابا زيادة أنه أبا نقفك لنا مركبنا أبا نظمه لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها يعني معنى أنت وأدين الوشي وف أنت كبر أبا نمية جدا رول كان فراش بقولها ما يشو كوي ما دو قلقل هذا راشينك ويالكو كوري دين لها يبافكي ودركة وكل دقل لها يكي أكم بيران لها والحبه kii wax ku cabbi lahaa iyo kuu ku weysaysan lahaa sibraarkii ama baraashadiina waa hal xabo adduunyada waa intaas. Faqaala cumar wahal ji'ta maashiyan, oo adoo lugayna miyaa timid? Qaala nacam ya amiir almu'miniin, haa lugmaan ku imid. Qaala cumar amaa cutiita min alimaarati daaba tarkabuha, oo miyaan meeshii aad joogtay oo imaaradii ahayd oo xaggii maamulka miyaa lagaa soo siin calaqal daabad yaroo aad soo fuushidad meeshan ku timaad? فقال هم لم يعطوني وانا لم اظلم منهم يقول ما سين انما بويدي سمبي. فقال عمر وانما اتيت به لبيت المال او مرك حوله ادوس بيت المال المسلمين. فقال لم اتي بشيء حمور. فقال عمر ولما وصابت شاك ما حيكون عادي لان سنه لم بعدك وحلقا ورورينيه سيكون عادي. فقال لما وصلت الى حمص ما كان ماشي تجيب لي انقول بالله بشيء كذا جمعت الصلحاء أهلها دتك رحم سي أو ونكسن دم بهرت سوك مال سوك يا نبي ووليتهم جميعا فيهم يجانا مسؤول كجد جاي حولها صقل فيجا عيان محن رئين كهيست. فكانوا كلما جمعوا شيئا منهم مركي وحوريان بق استشرتهم في أمره مرك وان كلا شري الجري وان كلا شوري الجري ووضعت في مواضعي هلك الله تلقى باهيدو أيتهان وان ديجي جري وأنفقت على المستحقين منهم ضد كم متيسن ونسين النبي انت سنة سيدي يعني بمعنى فيجو وضدك وحلقة أما ضيال يعني سيدي دبا وحاجة لغنيمة يفي جزء زكاة يصدق انت وحيارة لا أريك كم انت فيجو وأيضا ضيال لقلم يحل صهل غنيمة ذا مكة ضيال لقلم يحل صهل زكاة واتقرن إيسان وحيتان صدقة ذا واتقرن إيسان jizyaduna waa wixii laga qaada dadka muslimiinta ahayn ee ku nool dowladda muslimiinta ku hoos nool maamulkooda soo hoosgelay baribana canshuurta intaabaa la ururiyaa. Waxay ahaataba wixii faygii iyagan guddi u sameeyey oo aan iri maanta laga bilaabo wixii xoolada soo ururiyay idinka arrinka go'aan ka gaari doona anuuna qayb baan taladii ku lahaa. Xoolaha marka ay soo ururaan kadibna waxaanu ku bixin jirnay halka xoolaha ay baahidu ay tahay dadka mutaysan oo siin jirnay. اللي حمسن ولدوا محيل عباد الدين وح كلام ماهن محيل بن آدم كرسي سبب قف إنه شقق الطلقة ما هيست ويجعله قف البق أدو شق إنا قبل قف البق يجعله أو يسوي ونصته. لكن مركز شين اللي أركه تهنته وإسك سعاني سا أم يسوي جاب كرت أم يددي ودس أم شو أي يسي ما أنتن على مسؤولك مركز خصوص. لكن قف بن آدم مركز سيد ضمير كأدو شق إنا يسي ولا جزاه الله خير نم في عود. لكن شين اللي هو أركن أنت وأنت اللي إسك إلى اليوم. فقال عمر لكاتبه
عمر بقى حدانا وقول لها الكاتب يقول لها لوحي لي نيكي كراني يقول لها لوحي لي جدد عهد النعمين على ولاية أمس كونتراكت عصب قوي يعني عصبوني سي كونتراكت تيجا اه ان عمير وسي وضع هوشي اهيد ان واري كان نقضه حق اي حمص فقال عمير في هيهات ابرت لك تهول معقول مهم فان ذلك شيء لا اريد هو وحنا ربين بيل مركو هرب اضان كايل ولن اعمل لك ولا لاحد بعدك امير لا اديك ولا عيد كاردن بيسون وشقين دون ما تقول امير ما انت لقب الله بريح شقا ويقضنت ثم استاذن بالذهاب الى قريه من ضواحي المدينه يقيم بها اهله فأذن له كل يعيد وحد يقول تاؤن أمير المؤمنين إن أنتبه تولي حقاس ومدينة دولت كي لا وإتول كي إدت كي إدقين هل كان الناس كي جوغان رباي بل فصح فأذن له عمر نحي الواي وقتها فرم سيد قاب لم يمضي على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل وقت كمسه وريقين مركوتو الذي إسكتكي حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه عمر لكن ويوحى كتاني شكي wuxuu is yidhi hawsha ama lagu been guuraya oo ma aragtay xeera iyo muxuu ahaa alaab yar inta lagu soo qaatay lagu yidhi ma aragtay xoo mahay marka cunu khataab imtixaan buu marka ku bilaabay wa an yastawthiqa min amri inuu hubsado faqaal liwaxid min thiqaati yudca alxarith nin xarith lagu magacaabo oo dadku ku kalsoon yahay cumru khataaba buu u yeertay hore inطaliq ya xarith ila cumayr ibn sacad عمير بن سعد تولد أبو جوهي أتك وانزل به كأنك ضيف هل كان كدك ماشي قدقية مرتين اسكبك هنا مرتين فإن رأيت عليه آثار نعمته فعد كما أتيت حداد أركتي بيري يضا أوم أي كم بقوته راتي معرتي برواقة نعمتي من حولها يسادوية إيش الله ببيري يقول علم وإن وجدت حالا شديدة فأعطي هذه الدنانير هذا درك في حالة دي حالة أرك إلى يتعب ونوعا ما جيب في سوء مرني هو نولش في سوء أرك تان دنانير تنبان كوكو دي بي إساق السي مارك دنانير تقريب ويري انت هذا بحين دراسة وجوغة أكور قل هذا درك تد إنو إسكال إبا تيسيح دنانير تن كفر هدي لكن هذا درك تد إنك إنو سوكو توصن تان أضح بصين إيسو علي وناوله صرة فيها 100 دينار وحنا ودي بي ما عرفت حرمه يرو كيشر كجرو بقل دينار انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد فسأل عن فدل عليه ودقا قنينك حارثة سيد الله أمري إلا وكتي تولد عمير ودقنا ضدك وحو ويدي هلك ودقنا الدرس كبير ويدي ولا تسي فلما لقيه مركي حارث ولقوا عمير السلام عليك ورحمة الله فقال عمر وعليكم السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أين قدمت؟ سؤال شو حب الله بك عمر هل كيف كتمت؟ فقال من المدينة مدينة كائن بل فقال عمر كيف تركت المسلمين؟ المسلمين تحمل حالك وذي إيغورا سيك وقدم بيس وحالك وذوها فقال بخير فقال عمر كيف أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين بل إيغورا قال صحيح صالح ونفيوه وأنا الحمد لله نرشي سنوي في عنته قال عمر أليس يقيم الحدود أنت ودينا عمر الخطاب ولي حدود ما أقابي حدود تقدم لي قال قفتو جانا يعني أنت ما لقى جرا زانية هدوسا هرب وجورسا ما لقى رباش هدو جورسا بقى ما لقى دلا ليش سويدي قال بلى ها ولقد ضرب ابن له الفاحشة أتاه ولقد ضرب ابن له لفاحشة أتاه وبقى رباش بقى ويل أوردالي وفاحشة كل حي فقال عمير اللهم أعين عمر إلى عمر قرب يسجل وهلي ومعرفة وقرقار له وعاون فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك وحكى لك عن نهين عمر أديك كجعل لي ربي وعمره كجعل لي قرب يسجل بي أرق منها كان عن عمير ماشو به لها مضح مهلان وهو يجي حدود مل أوجا عمر عدالة دي صوري سمحان منك وحكوك فلا لا نمبر نرشو بين اي تهي لبا كودا اي كاكوضا انتهي ادعد العدل وايش والحق وحكى الانام اقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد 3 ليالي نينكي حارث ها وانين اسقرين ايو ومعركتين اندر كفر اسمه موجين ايو صدح مع الموت بمرتي وها ف
فكان يخرج له في كل ليلة قرصا من الشعير، من الشعير نقول له مرتبة لويا ما يسمى انه من الراشن وكان ما نروح وكان مركه حد عد يرو ما عرفتي خبزيه او كيميسير او سرين كسان ميسان او سال لو دوي بوسيا ما انت ما انت في حته عشان كذا مكان. فلما كان اليوم الثالث ما لك سد حد مكي لقارب، قال للحارث رجل من القوم نن ما اشد الجن ودك الديجان كا ايا وح وله الله حارث يقول حارثهم لقد اجهدت عميرا واهله نن كان قد مرتضى وطهي اي اهل كيسا دب ان يسوق جارسيس فليس لهم الا هذا القرص الذي يؤثرونك به على انفسهم وحول الدنيا كهستان مجدت انا نهايم كيف السنيار وصرين كسن بيسن وأذيك مركا أي كهر مرينا يعني إيوان أي كقضية. فقد أضر بهم الجوع والجهد قاعد جاي لبا إيش فإن رأيت أن تتحول عنهم إلى إلي فافعل هذا لأني موسى وريك أني موسى الجور لكن ذلك كان علاج سأكون مقلمين يعني معنى عمير أنت أمرت ده منك أمرت ده ولد جوجو ما لنا كما عبانه وش كان مصنع لكن إلهي يقول صدر أنك جيرانك أو يري وأنك كان حالة دي وحالات أضيق هدي أضبها أنت إن ماشي كسر راكتين أنا موسى وريك. عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عيد عمر عمير مركبه وقال اللي فريت وأنه فولي مركب مركبه دوب كي يرى حرمدي يري بقولك الدينار أي كجت وصو صار وسي عمير. فقال عمير ما هذه؟ وفي روح أمام حوالها دي كانت. قال الحارث بعث بها إليك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أمير المؤمنين بقوس والدلب. فقال عمير ردها عليه كعلي بني سوي كعلي وقرأ عليه السلام سلام نيجي جارسيو وقل له لا حاجة لعمير بها وانا الشاق واحد كتير هذا نيجي عمير روح عن وضعنا. فصاحت امرأته هو اللي يسام مقش مركي حاسكيو مركي مقش هذا كان وكانت تستمع ما يدور بين زوجها وضيفه ويدقي سنه السيد اللي نقولوه اسكي رايان شيكالا الاحمر ريسه وذي لي عميرها انيكي مرتدى وحارثه. وقال للحجر خذها يا عمير عمير ولعتك سرقات فإن احتجت إليها أنفقتها وإلا وضعتها في مواضعها فالمحتاجون هنا كثير. هذا ضبها أنت أنا هذا قاضني هذا ضبها هنا ما ليش لو قلت لك قال لي ضدك محتاجين تاع اللي بعد سنة ما قال أنا لا دقن ويبدين حكوا علم. فلما سمع الحارث قولها إنك حارث مقوم مقله وين الأهل ليس ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف وحلقة ماشي أقول تورا مرك تو كتور بباب كبح يعني لأن عمر وتاجين يقول لي أنا بحنا ما قاعد نضون. فأخذها عمير وجعلها في صورة صغيرة مرها دور حواليه لوك كتور انتو سوقا تبوكي شش بلان أقيمي مرك دنانيتي وغير. ولم يبد ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات هذه كان يقول لهم مسرحا كدي مركو هكسلي إن حواليه لو صدري وضدك الحاجها اللي بعد تيسن مركو أقيمي كذب وسحر. وخص منهم أبناء الشهداء وحسي الجارة حولها أسي دكي شهداء هاي وضد إلى يكون شهيد المهود يبي له. عاد الحارث إلى المدينة نيكي حارث مدينة كلات. فقال له عمر ما رأيت يا حارث عمر ما مركو رئيس سنة إلا وأن الرباط الله صدر عند كبرها ما حال لصف كلان طب حاسو أعرك. فقال وحير حاله حالا شديدة يا أمير المؤمنين حالة ضرب الله سوكم. فقال عمر أدفعت إليه الدنانير دنانير تنكودي ومسيس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. ها قال عمر وما صنع بها محوكي يا لمر؟ قال لا أدري. فقال لا أدري أنه مكرني وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا ما سنبوذي إن كان سؤاركي إنه هل درهم حتى عمل كري رمضان. فكتب الفاروق إلى عمير يقول مركل خدان ورقص وقري عمر الخطاب عمر وقري إليه إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه في يدك حتى تقبل عليه ورقد من قوس وقري هدي لن بالك يجن وكسو جاره وإنها سوق بشه سداس immediately وكسو جيربي فلا تضعه من يدك يعني مركل جعنت على ساق ورقد ورقد وإنها سوق هذا. توجه عمير المساعد إلى المدينة مدينة سوق هذا ودخل على أمير المؤمنين وتجي أمير المؤمنين فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه. عمر بقى انتو سلامي سود وي كدمنا مال معركتي إكرام له وبوس كي سود أبو فريسي. ثم قال ما صنعت بالدنانير يا عمر؟ عمر دنانير تنقو صدر محط كيش. فقال ما عليك منها يا عمر بعد أن خرجت
أنا خرجت لي عنها وأدو محا هذا عمره محا كاجد دانا مر هداد بأرنكا علي أنا أدي سو قوم ديسي محد مو يديني سا. قال عزمت عليك أن تخبرني ما صنعت وإلى قام بي وهو أكين يعني إيشك وحد قصة من سارة إنه قال قال فلقد ادخرتها لنفسي لأنتفع بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كيد بانك اشتري وان كيد صدق وعنو كيد صدق إن أنا ما نفع صدق مال حول أولاد بحبان يتردوني فدمعت عينا عمر ومركة مركة عمر والمينيو والميني مركة وقالوا فأشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحان مقاتك آي إن تكسي في سنتها قال لي سيدة قارك القرآن الله وشاقوه ضك كلي هر مريم يو حتى قاعد جاي هيسو ثم أمر له بوسق من طعام وثوبين مركز سوح يريد إن كان هلا سيو لح راشين لحدا سوس إلا وقع ومركز وقاته فقال عمير عمير وسوت جنب أما الطعام فلا حاجة لنا به أمير المؤمنين راشين هرت أول بهنين بيكو روتي أرك بقول إنه يلبي فقد تركت عند أهلي صاعين من شعير محل غيركم حنفيس وتجيبوا اللبس سوسو أو سرينا رؤيا البير كفلا وإلى أن أكلها يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق تامر كما قد ما تنا إله رزقك لأنه كين تونا لبلا بعرض كفلا تا إجدا بير وأما الثوبان صومه لبلا مرة صومه فأخذهما لأم فلان وأن قاد يا بير وأن قاد يا حاسك شو كوضا هبلا فقد بلي ثوبها تركي وكأن ما هذا بير وكادت تعرى وحي وكسي أنت هنا يضب يدو قاون وضد مرتبة بمعنى أي إدار الآن أي جوكتو. لم يمض طويل وقت على ذلك اللقاء بين الفاروق وصاحبه وقت وكمسه وريق كل كان دحمر عمير يو عمر بن الخطاب حتى أذن الله لعمر بأن يلحق بنبيه وقرة عينه محمد بن عبد الله بعد أن طالت أشواقه إلى لقائه إلهي وحو قدره مركز جيريد اعتماده عمير وهلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل ومدن مركة ورنته هلو وهي فمضى عمير في طريق الآخرة واجع النفس نيك عمير للي هاي وضدي آخر يقولك تصار يسقى وما أركتي نفس ديسون آمن تاي واثق الخط كقل صون طلعت ورغي لا يثقل كاهله شيء من أحمال الدنيا قربه سون آني وح وليس آني سارين الدنيا ولا يؤود ظهره عبء من أثقالها الدنيا يعلي سيدنا عن ضرك كسرين وحسليني أن يجري إلا معنى إلا نقف مركو حوالا مال لك تأمبا إذا كما بحيسي مك صدق أي شيء محات كي شيء وحوالا ما هيسني كان حالك على حساب تمام مضى ليس معه إلا نوره وهداه ورع هو تقواه وأتقى آخر يسوى نور كيس يهنون كيس حلال ميرة كيس على كعب سيس أنسيتا فلما بلغ الفاروق نعيه فلما بلغ الفاروق نعيه مركي عمر الخطاب وسوق جاري جيريدي عمير وشح الحزن لوجهه وجه سود المربى كتمت واعتصر الأسى فؤاده قلبي سن المربى كنت سا مركي وأميرتي وقال مركز كلمتي أن أقول بالله بني وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين به في أعمال المسلمين وعن جعلان لها إن يأجل عن رج سيد عمير وكلا وأن أكلم يسو فلنت ضدك مسلمين أمورتو من ساسو كلام أمها النبي رضي الله عن عمير بن سعد وارضاه الله راضي كان بغضه فقد كان نمطا فريدا بين الرجال وحوها وح يونيك مركه ايتاغنت رجا مركه لجوني لم اذا مركه مجد وتلميذا متفوقا في مدرسه محمد عبد الله ارضي ملسره كجارب وها مدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كان واحد اركيسا برباري تانكي وكوسو برباري مركو يرى دورغا خير كا اطاعه وتنمره بما تبشي وإله سبحانه وتعالى وكان منك ورعة وحكاله أغاني سيد عمر الخطاب رضي الله عنه نمو البابا وحسابتهم كوا وحاجة يغفي عنه إن دكت على حسابتهم وأنا واحد ديني سحابي ولي إنك كالئي حد كهر النبي قرون أشياء وقولها سعيد عمر أكتي سكم الصعودة وهو عنين رنتي قف البابا لا حسابتهم نيكو إلا حسابتهم وأنك كان مركزيك صلى الله بعري وما أردت سي وبابا كوربشن لو قرابي إنفستيجيشن دي بلا لقالي حولي سلوري وح كسل بار وأني كان الدنيا كلت جي سفر كاس حيرة ذا برا شد وح كلا أنا سيدن رضي الله عنهم جميعا وإلى هنا وبالله التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة قضى نوح صلى الله عبد الرحمن بن عوف إن شاء الله سبحانه وتعالى كل سيدة وركو هذا كوس عظام إن يصون نقطة أبلان تهاي سيدة كوس عطو
haddii aanay noqonno waa meesheedii ilmihiin. Berri baan marka sheegi doonaa wixii aan ka helnay darsiga. Marka darsiga wuxuu noqon doonaa biidni illahi subxanahu wa taala, hadda kadib hadduu ramadaan dhamaaday, inaan weekendyada ayaanu sii wada doonaa sabti iyo axad. Kitaabka waxaa noo harsan hal mujallad iyo barbaa noo harsan insha allah subxanahu wa taala, si markaa aan ugu gudbi karno saxaabiyaadkii oo dumarkii ama taabiciintan aan ugu gudbi karno billahi taufiq.